الراديو 90 90 هواها مصري. اخر دلع يعني، لسه الدلع مكمل على فكره. بس تعالى نقول لك كثير السعاده النهارده. بيقول لك ايه يا صديقي في صباحك ومطرحك؟ الهدوء والبعد عن العصبيه، وانك ما تسمحش لاي حاجه تستفزك وتنرفزك بسهوله. هو ده الطريق الحقيقي للسعاده. دراسات كتير اكدت ان الشخص الهادئ بيكون اكثر سعاده. الشخص الهادي ما بيفكرش كتير في المشاكل من قبل ما تحصل. لما تحصل اي مشكله بيتعامل معها فورا بدون تاجيل. لكن الاشخاص اللي بيتعصبوا او بيتوتروا بسرعه بيفضلوا يحسبوا للمشكله ويحضروا لها التحضيرات قبل ما تحصل عشان تحصل، ويقلقوا منها من قبل ما تحصل وهي شغاله وبعد ما تنتهي قلق مستمر. الشخص الهادي ما بيفضلش يلوم في الناس ولا في نفسه ولا يجلد نفسه بسبب تصرفاته في مواقف عدت، او شغال لوم في الناس وخلاص من غير ما يحل المشكله، ولا بسبب غلطه عملها او الناس عملتها، ولا انه ياخد انطباع عام بسبب غلطة من حد ويبقى ده خلاص هو ده ابدي. الشخص الهادئ عارف ان الحياة يوم حلو ويوم مش حلو، عادي جدا، وعشان كده لما بيعدوا بايام سيئة ما بيقفش عندها كتير، لانه مستني يوم احسن جاي، لان اللي جاي احسن. فمش معقول اليوم اللي جاي احسن اضيعه على نفسي علشان في يوم فات مش حلو. الأشخاص الهادين مش بيحطوا نفسهم في مقارنة مع حد، ولا بيتعامل ولا كأنه في سباق ولازم يوصل الأول، وده بيخليهم يشتغلوا بهدوء ومزاج وبيستمتعوا أكتر بنجاحهم. بيقدروا يفصلوا دماغهم من وقت للتاني، وقت الأجازة بيفصلوا تماما عن أي حاجة مضايقاهم أو عن الشغل أو عن أي حاجة، وما بياخدش همومه معاه المشاوير بتاعة الفسح أو الأجازات. فين المشاوير وفين الفسح؟ الحاجات دي بقت ذكريات. المشاوير دلوقتي الفسحه ممكن تروح للتلاجة، يعني من الاوضه دي للاوضه دي والله مشوار برضو. يعني مدرك الشخص الهادئ من جواه ان الناس ممكن في اوقات كتير تتصرف بطريقه غريبه، عادي جدا. ما بيفضلش يفكر هو فلان ده عمل معايا كده ليه وازاي عمل كده وكان بيفكر في ايه لما عمل معايا كده، هو انا غلطت في ايه. بالعكس، لو حد عمل معاه اي تصرف غريب يا ما بيفكرش خالص وبيكبر دماغه، يا بيقول لنفسه وارد بتحط في موقف مش تمام مضغوط، انا يمكن انا عملت حاجه وانا مش واخد بالي تسببت في ان هو عمل ده. الشخص الهادئ بيعرف يمسك العصايه من النص، وده بيخليه ما يخسرش كل حاجه لما يتعرض لاي مشكله. لما يمر بحاله نفسيه سيئه ما بيتعزلش عن الناس وحياته تقف، لا، هو بياخد موقف ما طبيعي انه يتضايق وطبيعي انه يزعل، ولكن بيكمل شغله، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف لما حد يحاول يخرجه من المود بيستجيب، مش يجي يقول له اضحك بقى يا افردها يا عم، بقول لك ايه، محدش يقول لي اضحك دي خالص. الشخص الهادئ لما بيحتاج المساعدة بيطلبها بكل بساطة، مش بيكلكع الدنيا.